ليش رايكم بالنعناع علينا مسوي على قام صراحه؟ اما لمسه الزعفران اللي يبوه صراحه تدرس. اي هذه طال عمرك، هذه النعناع هذا اللي انا اسويه. اسمع الرد. ال 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 شغلي للنعناع هذا ترى ما يتكرر الا كل 50 سنة مره. الله يعني احنا حظوظه حظيظ. انت يعني امورك بالسليم يعني. اللي يسمع الحين يقول عمره 300. ترى من الاشياء اللي تتميز بجبال حاله النعناع. صح، النعناع الجبلي. تجيك نكهته حاره، نفرق عن الحبك. اوه نعناع المدينه يسمونه نعناع ولا الحبك؟ اي في النعناع وفي الحبك، اثنين صح، نعناع وحبك. لا الحبك شيء والنعناع شيء. اي هو اثنين، انا اقول لك يعني مو واحد. الحبق الحال والنعناع الحاله. الحبق شلون؟ ما ادري. الحبق عشبه. ها عشب زي النعناع على اساس النعناع وش يعني؟ النعناع وش النعناع؟ شفت نسميه احنا مغربي. لا ما له علاقه. وش النعناع؟ مو عشب مغربي. لا شوف، النعناع المعروف اللي ورقته طويله، اللي يجي اللي ورقته طويله، هذا الحبق. هذا حبق. هذا عندنا نعناع اللي ورقته طويله. ايه هذا الحبق. النعناع اللي ورقته الحبق. انا شفته يا رب، شفتوا ورقة النعناع المغربي؟ ايه ايوه الصغيرة. اي اعرض منه. النعناع وشو؟ المغربي. الله يا المغربي، الله يا النطق، الله اسلم. احنا نسميه مغربي. ايه ها ما اقول شيء اسلم. مو عندكم ربع؟ لا عندنا نعناع مغربي. ها مغربي. مغربي ايش عنده؟ مو مغربي ربع، مغربي اسلم. يسمونه مغربي. ايه زين. شفت اعرض منه شوي، شفت ورقة حقته تعرفون؟ ايه اورقة عريضة تيجي شوي. النفود بها التمة، كل انواع زين. هو انواع الفقع. إيه؟ في التمة وفي زبيدي وفي الغلاسي وفي الهوبر. وش فرقهن؟ الهوبر فرقهن بالطعم وفرقهن بالشكل. الهوبر يطول العمر من الطلعة، بس حتى تراب عنا واغسله وكله. هذا الهوبر ما يحتاج طبخ. ني ما يحتاج طبخ يعني ني زين. هي من تطلعه من القاع عبد انفض التراب عنه واغسله متفكه. هذا ايش نوعه؟ هذا الهوبر. هذا يقال له الهوبر. اكبر حبات الهوبر يمكن كذا تجي كبرى، اكبر حبات الهوبر زين. هذا يطول العمر. طيب ميني كما سمول كما فقاعته تحسبه فقعه، يوم تحفره يوم الهوبر زين، وتشيله طول عمرك تحت التراب عنه وتغسله. ترى يوم تكسره سبحان الله والله بياضه شيء عجيب. بيضاء 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 مثل بياض قلبك. الله حبيبي ما عليك زود يعني. هو الظاهر اللي بدا انه ياكل الهوبر من الضيم، يشوفه ويفز يحسب سماه، يوم يجي مرهوبر هو يسقط. لا ينوكل على طول بدون طب. بس يعني معليش، شيء طالع من الارض كذا بس حته واكله سلامه. اغسله، ما قلت لك حته وكله، اغسله وكله. بس ما يصير راس قنبوت. اغسل عاد انت وغسيلك، ما تعرف تغسل؟ هذه والله هالبلد. انا صراحه معارض لاكل الفقع صراحه. طب خلو يكمل شرح الانواع. ايه الانواع وبعدين وجهه نظرك. انا تقابل احنا نبي نصفق انا واحمد. في عندك عندك يا طويل العمر الزبيدي. ايه الزبيدي انا عارف اللي لونها ابيض. يا سلام عليك، هذه وين تطلع؟ تطلع غالبا بالمناطق البيضاء، يعني مثل السهلة البيضاء، المناطق اللي اجباله بيض، صخوره بيضاء، تلقاه يوم تراعي والله تمر من ارضمه مر بجنبه، بسم الله هذه فقعه. طالعه متطرعزه كذا، مطرعزه يسمونه. طالعه على كبره، بس انت تشيله. هذا الزبيدي. الجبال البيض يعني تقصد الحزوم. الحزوم، نعم. والتلال والهضاب. وما هي كذا. الاجبال. لا لا هي حزوم. ايه. زين. صح منابته بالحزوم. اسلم. وفيه يا طويل العمر شو اسمه الغلاسي. الغلاسي هذا يطلع بالنفود احمر، هذا فقع النفود غالب انقطع. أيوة. يعني لقطوها العام لقط خفيف الغلاسي. وانا اشوف الفقع انقطع من قل المطر ولا انقطع انقطع مو قل المطر تقريبا منابته ما يجيها الوسم. أيوة. الفقع سبحان الله له حسبه. عندك الوسم هذا اللي قبل الشتاء الى ما تدخل المربعانيه تقريبا باقي علينا اسبوعين وينتهي الوسم. ألا. سمعت؟ عندك الوسم هذا 60 يوم. 60 يوم هذه اذا جاء مطر وجاء خير
شبعت القع تركت بتلقط فقع بعد المربعانية، فهمت؟ وله دلالة هالفقع، وش دلالته؟ دلالته نبتة يقال لها الجريد. إذا طلع الجريد تركت بتلقط فقع، متى تشوفه الجريد؟ تشوفه بأيام الوسط. الجريد النبتة هذه ما تنوكل، ما تنوكل ومضرة، زين، بس هي دلالة للفقع. الجريد شجرة صغيرة إيه؟ تطلع، تطلع، وهي هذه دلالة، هذه حولة يطلع. علامة إنه المنطقة هذه منطقة تلقط، يصير رجعت الكلام انه مضر. يا اخي في حديث عن الرسول عليه الصلاه والسلام ولا ايه الكماء إيه من المن وداء وماء الشفاء. لا بس معليش اذا صار ماء شفاء هي وش اكيد انها لا ما هو شرط. ها ما هو شرط، ما هو شرط. وشلون في مثل شعبي يقولون شلون لا يقول لا جاء صر ردوة، صر ردوة يعني تركت بتمرض. لا لا صره يعني ما تحتاجه عليه. قفل عليه حطه. يقول ليش يقولك لجاء الجراد انثر الدواء ما تحتاج الدواء؟ يقول لجاء الجراد انثر الدواء، انثروا يعني وزعوا على العالم، انثروا 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 يعني من باب ان ما تحتاجه. انا نثرت كاستي ما احتاجه، هي اوكي، بس اذا صريت الدواء معناك تبيه لا تصره يعني تقف. انا بزع منك تقفل عليه. عليه ما المهم يقولك صر ردوة ترى بيمغصك. انه انا اشوفه بالنسبه لي انا اشوفه مبروك ومبارك زين. والشيء اللي انا بستند به انه ما شاء الله تبارك الرحمن طلع ناس من العدم من لا شيء. وش هو المكان يروحون يلقطون يا طويل العمر، يروحون لهم عائله 10 امثار ويلقطون لهم، يرجعون مع مغيب الشمس بلهم خيشه، الخيشه يقسمونها على كراتين والكرتون يباع ب 500 ب 600. هو من ما فتح بهرز بهرز بس زين. عندنا بوهرز. عندنا يا طويل العمر كل 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 شيء اللي عندنا بمرضمه عند شعبه انصاب، وعندنا يا طويل العمر بعرعر، كلها اسواق فقع موسميه يجونا من كل دول الخليج. وبعض ولا في نوعيات، تذكر مهرجان التمور اللي صار، في نوعيات تصل اسعارها مبالغ بها، يعني في اسعار خياليه. هذا ايش يقول لك؟ يقول لك هذا هديه، هذا يقدم هديه. في نوعيات برضو تطلع من الاسواق هذه هديه تهدى. اقول لك قصه. يقول شخص راح لاحد الدول الافريقيه، دول عربيه افريقيه، يقول لقاهم يطلعون من زرعهم بالحراثات ويجمعون ويولعون به. قال شو تسوون انتم؟ قال هذا احنا نسميه فساد الارض. قال أنا بحيكم عندنا يشرون ألوف مؤلفة، صاروا يوردونه لنا. اللي جينا هنا التمن المستورد إيه؟ لكن شوف الكلام شو اللي جينا هنا التمن مستورد وش يسوي؟ يرش ويخلطوا مع طين سنة وين مطلعه.